لو عرفتي المهم اللي زوينه هو انت ما لحقتيش على ياسين اخر مره جبنا بنت وهذه المره ثاني جبنا بنت. الحلم المغربي غادي في اتجاه فتياتي. مرحبا بكم في حلقه جديده من الحلم المغربي. اليوم معايا زينب واحد السيده اللي خطيره اللي رائعه بزاف واللي بون نحاول ندير لك واحد البيت بريزونطاسيون. زينب هي مقاوله ومسوقه وكذلك كدير الكوتشين مع شحال الناس اللي مثلا سوا في اللي باغيين يوصلوا شي حاجه فانت كتحاولي تعاونيهم باش يوصلوا داك الشيء اللي بغاو. صراحه انا اللي باغي نعرف واللي انت زعما طار الانتباه ديالي هو بون الشخصيه ديالك قويه وماشي كاع البنات كيكون عندهم بحال هاد الشخصيات فاللي حاول زعما صراحه اللي الكيوريوزيتي اللي عندي هو كيفاش قدرتي انه تربي هاد الثقه في النفس وهاد الشخصيه تكون بحال هكا. سؤال جميل جدا. اللي خلاني انني نربي هاد الثقه في النفس هو بزاف ديال ليزيكسبيريونس اللي خايبين بزاف اللي دزت منهم واحد لاجي انا صغيره بزاف ديال ليزيكسبيريونس عندهم علاقه بالميستيكس درتهم فاليرز اخطاء درتهم في حياتي والناس اللي كانوا محيطين بيا انفيرونمون اللي كنت فيه كان ان انفيرونمون توكسيك تري توكسيك يعني قال انواع ديال الناس توكسيك جلس معاهم كانوا قراب ما نحددش ما عطيت تحديد بزاف انا مش من حقي انني عطيت تحديد بزاف مي غنهضر اون جينيرال دي زامي فامي لي بغيتي مدرسه كان عندي بزاف ديال ليزيكسبيريونس مع دي جون توكسيك اوكي اللي خلاني انني نفهم بزاف د الحوايج انني نقلب نفهم راسي انا كشخص وعاد مجموع سلسله من الاخطاء اللي طحت فيها انا قبل انا كشخصي كشخص ما كنقدرش ندير واحد الحاجه اللي انا ما عجبانيش سواء كنعطي كل شيء باردون سواء ما كنعطي والو دونك الا فرضتي عليا واحد الحاجه ما كنعطيش فيها باغ كونتري هذه الحاجه اللي انا باسوني بها كنعطي بها بزاف دوكو انا حياتي كيفاش كانت كان عندي واحد الضغط اللي كبير نتي كان بزاف داس كيبغيو تحكموا فيا يعني طبيعي كبنت مجتمع مغربي ماشي مجتمع مغربي سي بارتو دون لو موند ديما البنت خاص اون بريسيون كاين واحد البريسيون فوق منك خاصك تسمع خاصك تخدع ماشي غير البنات حتى الدراري جو بونس عندهم هاد القضيه خاصو يخدع خاصو يسمع انا هاد القضيه من ديما كان راسي قاصح وكنبغي ندير لي فراسي ولا درت معاك واحد الحاجه خاصك تقنعني بالعقل يعني ماشي اللي قلتي لي غنديرها ما كنتبعش لي زوطر اوكي نفعتني فشي حوايج وخرجت عليا في حوايج اخرين لان كي يا دي فوا خاصك تبع دي غاغ اللي ديورين وهاد القضيه كتعاون صافا ديسيبلين مي اون جينيرال اللي خلاني انني نكون بحال هكا وانني ما كنحملش نسمع لي زورد خاصني تقنعني وتهضر معايا ونفهم عاد ندير الحاجه هادشي كان من صغرك يعني من كنت صغيره ولا زعما من ديما حيت كشخص اما كتكون خادع كتخدع اما كتكون تابع ولا كتكون قائد وي كتزاد بحالك هاد الضبط هاد السوجي كنت خديته مع شحال من واحد وشحال من حلقه نيتا زعما نيت كنا كنجبدوا هاد البلان ديال انه واش بنادم كيتولد بحال هكا ولا كتوقع واحد لا سيتوياسيون اللي كتخليه يرياكت يجيب ديك لا مانيير. لا جو بونس كلشي من الصغر حيت انا من صغري كنت دائما عندك الدور القائد وشنو اللي وقع لي اللي خلاني انني نكون واحد نتبدل وانني نكون واحد كومون دير كون بحال نكون اون روبيل اوكي هو ان واحد الشخص اللي قائد كتبغي تبدو تابع كتبزز عليه انه يكون تابع ما كيقبلش كلشي تيكون من الصغر وما فيهاش ما كنقول قائد ولا تابع كاين ناس تابعين اللي واعرين في العالم دازو وكاين الناس اللي قياد واعرين في العالم يعني خاصك تكون عارف خاصك واش انت تابع ولا قائد يمكنك انك تكون تابع خطير يمكنك تكون قائد خطير اما الا تحطيتي في واحد فيهم اللي ماشي كيناسبك تما غلط كاينين الناس اللي يكونوا تابعين وعند بالهم بلي هما قياد هنا غلط اوكي هذا القائد عنده بزاف ديال الحوايج المسؤوليه كبيره كتكون عنده باش تكون عندك الدور القائد ماشي سهله وباش تكون تابع جيد للقائد اللي مزيان ماشي سهله حتى هي سي فري واش فكرت واحد البلان كتقلبت عليه هو انه كاين القائد وكاين التابع وكاين واحد النوع اخر اللي كيكون ماشي قائد وماشي تابع عرفتي هذاك اللي كيكون غوبيل ضد القائد نيت ف المهم كما قلتي الواحد خاصو يعرف راسو كيفاش داير واش كاين شي طريقه باش انا كتعرف راسك زعما انت واش خاصك تكون قائد حيت انت جيتي شوف قائد بحال اللي قلتي هو داك
البطل ديال ديال المسلسل كلنا كنبغيو نكونوا بطل ديال المسلسل فباش تعرف راسك واش تبغي زعما نورمالمون اي واحد يقول لك انا راه نورمالمون راه مدير باش نكون قائد فباش غادي يعرف راسو واش هو قائد ولا تابع من ليكسبيريونس ديالو من ليكسبيريونس اللي كان واحد الشخص اللي كيقد انه اللي كان واحد الشخص اللي كيقد انه يتحمل المسؤوليه وما يتشكاش حيت شنو شكون هو القائد كيتحمل المسؤوليه وما كيتشكاش كيتحمل الاغلاط ديال التيم ديالو كامل وي الا غلطت التيم ديالي غلطتي ماشي يقول لك وانت غلطتي وانت فعلتي وانت درتي نو 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 نجلس معك اطابل نصحح الغلط انك انت غلط ديك محسوب عليا انا حيت انا ما درتش الدور ديالي معك باغ كونطخ التابعين خصهم يكونوا عاوتاني واعرين واحد القائد اللي مزيان من التوابع ديالو ما صالحينش غادي يردوا اللور خصو يعرف يختار التوابع ديالو اليوم دي جون اللي يكونوا مشي كنقول تابع ماشي شي واحد اللي زعما ما عندوش شي حاجه ما يقول نو كاين توابع اللي واعرين نعطيك مثال بسيط بحال دابا في الحكم وي كتلقى الملك وكتلقى معاه واحد الشخص تابع ديالو اللي كيعانوا في بزاف ديال الحوايج ومهم كما مهم الاخر بيان سور مهم هو اللي كيعانوا في بزاف ديال الحوايج تابع شكون القائد ديالو واش فهمتي بصح باش انسان باش الناس يفهموا مزيان شنو هو المعنى ديال التابع وديال القائد راه ماشي تابع صافي راه ما عندوش واحد لا فالور بالعكس كما قلت لك كاين تابعين عندهم فالور كبيره ما خصو يعرف راسو حيت الشيء اللي كان تابع باغي يدير فيها قائد هي كلاصه وي واش نقدروا زعما نلاقيو هذا البلان ديال تابع وقائد مع هذاك اللي كيبغي الوظيفه وهذاك اللي كيبغي المقاوله واش زعما هذاك اللي تابع هو اللي كيختار الوظيفه والاخر كيختار المقاوله لا ماشي ضروري لا ماشي ضروري اوكي باش ما يضحوش الناس الفخ وي وي حيت انا بالنسبه ليا حيت هاد القضيه اللي تهضرنا عليها ديال واش الواحد كيتولد كواحد اللي مديول الوظيفه اولا يعني مع الوقت عاد كيتعلمها يعني واش كما قلنا القائد والتابع نفس الحاجه مع الناس اللي الوظيفه لا الوظيفه ماشي مع ماشي كيتزادش بها مع الوقت كتبان لي اوكي مع الوقت ماشي ضروري ماشي كيتولد هو انه يكون يدخل الوظيفه وقت على الكونفور ماشي زعما هذوك اللي تيكونوا تابعين هما نورمالمون اللي كيختاروا الوظيفه كاين تا دي زونتربرونور كبار توابع شنو كيديروا كيمشي لواحد لو فيكول اللي واعر غادي مزيان كيدخل معاه اوكي ومرتاح وكيضرب صريف ديالو ومهني وعندو قائد ديالو كيتيق فيه اللي هو هاز كلشي وغادي معاه وكيتعاونوا بعضياتهم كلشي مزيان هو رابح ما عندوش مشكل سي فري فهمتي خصو يكون ذكي خصو يعرف راسو اكسبتي راسو كيف ما هو ويكمل في داكشي اللي خصو يكمل فيه بلان 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 كنتي قلتي لي قريتي لا بسيكولوجي ومن بعد عجبك الماركتين وهو اللي دابا مكمله فيه دايوغ نيت معنا سي نزار اللاطي ديالك واعره نزار واللي عندكم بجوج اون سوسيتي دو ماركتين ياك اون اجونس دو ماركتين اي دي فونت اوكي كيفاش لقيتي راسك في هذا لو دومين واش عنده علاقه بلو في ديال انك قريتي لا بسيكولوجي وي اوكي وي الوغ لو ماركتينغ ولي فونت لا باز ديالهم هو لا بسيكولوجي باش انك تقدر تقنع واحد الشخص خصك تفهم الشخصيه ديالو خصك تفهم لي بوزوان ديالو خصك تفهم الاحلام ديالو خصك تفهم الاحاسيس ديالو باش كيحس بغيت نبيع لواحد البرودوي خصنا نعرفو باش كيحس باش نقدر نقنعو بالبرودوي اللي غادي نبيعو باش كيحس ملي كيشري البرودوي ديالي من بعد سي تري امبورطون لا بسيكولوجي هي اللي عندك لا بوبليسيتي اي حاجه الاعلام التصوير كلشي عنده علاقه بالبسيكولوجي ديال الناس الا قديتي انك تفهم الناس تعرف كيفاش انك تجيريهم تعرف كيفاش انك تبيع لهم وتعرف كلشي سي فري سي فري اي دوكو كيفاش تحشي على هذا يعني هذا لو دومين سي تي سا لو ماركتينغ الوغ اول حاجه خصني نقول لهم بلي كان واحد الغلط واحد الفشل ما ندوش نيشان على النجاح كان واحد الفشل اللي كنت في الاول كنت سيانتيفيك كنت الباك ديالي باسا بالمقعد لاي باش نسمى ديت الباك تلفت واحد العامين ضيعت عامين في لافاك ديال السيونس كندير فيزيك ما فهمت والو داك الشيء هذاك العامين كتشفت راسي انني الحمد لله ما ضاعوش انني كتشفت انني كتعجبني لا بسيكولوجي وتما كنت كنقرا كتب بزاف لا بسيكولوجي وكنت من بعد قلبت لوريونطاسيون ديالي ودرت كوميونيكاسيون اوكي كوميونيكاسيون فيها لا بسيكوسوسيولوجي فيها الانثروبولوجي فيها الماركتينغ فيها البوبليسيتي تما كتشفت راسي يعني تما قريت على هادشي العام الاول كنت كنشوف باسابل مي بون نجحت ان داك العامين قبل ما كان والو سافا دوزيام اني كانت لا بوبليسيتي تما فين خديت ليموسيون ديالي موسيون ستادير انني واحد الفيدباك جاني بلي داك الشيء اللي كتقرا يعجبك لا بوبليسيتي عجبتني فهمتها هي اللي غنكمل فيها اوكي فهمتي دونك صافي كملت بداك الشيء العام الثالث هو كملت مزيان من بعد اجي الخدمه تما عرفت راسي
الماركتينغ فما اكتشفتي شكون انا. لا الماركتينغ سيتي لو ماركتينغ مي واش نخدم عند الناس ولا نخدم راسي سي سا لو بروبليم. دوزت في داك الثلاث سنين دوزت دي ستاج ميكس كامشي ستاج غادي عادي زعما نورمالمون ما كانش عندك كاع الفكره ما عرفت حتى شي حاجه في هذا الشيء غادا عادي غادا بلا انتويسيون ديالي. مشيت عند درت دي ستاج عند اجونس درت عند عند دي سوسيتي كبار هنا في المغرب سامي بوبليك المهم ما نذكرش سميات. تما عرفت راسي كنجلس في البيرو كنقنط كنقنطوا الناس اللي جالسين معايا نو اوفنس ولكن شت كنشوفهم معذبين ما بغيتش تكون بحال هكاك. عندهم نفس لا روتين كاين الناس اللي كتعجبهم لا روتين مزيان سي بيان برافو مي انا ما كتعجبنيش لا روتين انا كنبغي نتحرك ما نقدش نبقى جالسه خصني نمشي هنا ونمشي هنا ونتحرك وندير هادي وندير بزاف الحوايج دقه وحده وعندي بزاف ديال الانرجي ملي كنت جالسه ما بحالك حسيت براسي بحال كنموت احساس خايب. انا جالسه وكنقلب شي حوايج لا بسيكولوجي وكنقلب انا وكنقرا انا وكندير دي فورماسيون انا عندهم تخيل معايا انا جالسه عندهم صرا باش نخدم معاهم كنحيد لي طاش ديالهم وكنقلب شي حوايج ديالي تما فهمت. ولكن كيفاش دزت لهذا الشيء سي كان بواحد تريجر اللي صعيب سي كو تحجه ما قبلتني من بعد ليسونس اوكي حتى شي ماستر ما قبلني حتى شي ماستر ماستر كنت فيه لا فورماسيون كنت فيها ما قبلونيش في الماستر دفعت لفرنسا ما تقبل حتى شي ايكول حتى حاجه ما قبلتني سبحان الله العظيم حتى حاجه. تما فهمت ما سويتي سي انسين خصني ندير شي حاجه ديالي انا وكنت كانت فوق مني لا بريسيون والبريسيون الكبيره كانت سي دو مون بير ديجا عنده شركه ديالو دو ترانزيت دامبور اكسبور عنده ليكيب عنده كلشي. مي انا داك العامين اللي تعلمت هو انني ما عمرني ندير شي حاجه لان ماشي باسوني بها ما عمرني عاود هاد الغلط وكان ديما تيقول لي دخلي خدمي معايا وهذا مع التيم ديالي كنقولوا لا اوكي قلت لي لا خصني ندير شي حاجه ديالي فين هو هذا الشيء ديالك ومن طوم قادره نخدم عند حتى شي واحد تخيل معايا ما قادراش واحد العام داز صعيب داك العام وكانت كتجيني بحال لونكسيتي داكشي ديك كريس نو دونغواس كتجيني بحال كيضرني هنا كيدرني حلقي كي الخلعه ما عرفتش شنو ندير صراحه شي حوايج اللي فريمون صعاب. مي واخا هكاك ما حبش بديت كناخذ دي بروجي اون فريلانس في الاول بالبراندينغ اوكي باش انا نخدم على البراند كيفاش انا الشخصي اتيرا طونسيون ديالو في لي ريزو سوسيو اكتشفتو راسي من بعد سمعت شويه ديال الفلوس وندير اون فورماسيون لا فورماسيون درتها في ليتازوني اون لين اوكي دونك ما خدمتيش مع المغاربه لا ما خدمتش مع المغاربه okay. في الاول كلا كنت جيتي ضد انا نخدم مع المغاربه في الاول علاش زعما ما لا مونطاليتي ديالهم تا كان عندي واحد التفكير ديال انا خصني نخرج من المغرب باش نبقى في المغرب كان عندي التفكير تاع انا انا كنت من النوع ما نقلش في المغرب نتفاهمش مع الناس في المغرب يمكن نتفاهم معاهم في كيفاش كيفكروا فهمتي. مي ابري بديت كنخدم مع الناس في الانترناسيونال بديت اول كليونت كانت عندي في بالي كنت مع البراند ديالها. مي كيفاش سي غراس ا اون فورماسيون اللي بدات لي حياتي كامله الفورماسيون اللي درتها فيها كلشي فيها كيفاش ندير الماركتينغ في لي ريزو سوسيو كان سورتو انستغرام كيفاش انني نقنع الناس البيع وكانت كانت كانت اكثر حاجه كتخلعني هي نبيع لشي واحد تخيل معايا صدق هو لو بون فور ديالي انسان شي حاجه اللي كتخلعو ولا ما كتعجبوش سير ديرها تقدر تكون هي المصير ديالك ما عارفش انت شنو عندك سي فري وي فهمتي دونك سيتي سا بدات ليكسبيريونس ديالي في الاول بيان سور باش انا ندخل الانترناسيونال كنعطينا داك السيت كلشي كيفاش انني ندخل كيفاش انني نكونتاكتي هاد الناس هادو باغ ايميل شنو هما الميساج خصني نصايب كان فيها كلشي تقريبا خصني انا جو باس على لاكسيون خصني نحيد الخلعه وجو باس على لاكسيون ونهضر دي فيديو اون لونغلي عافاك بون يعني من الاول فهمتي لي بون وزيد على وي اول ما كنهضر غادي ندوي باغ تيليفون في السوشيال ميديا بحال اللي كندير دابا مي اون لونغلي ونهضر على الماركتينغ كانت صعيبة ولكن كنت كنغلط في الأول الكلمات مي واخا هكاك بديت كملت اوكي اي الحمد لله سيتي بيان كان واحد لو روتور ابري بيان سور بزاف ديال لي طونطاسيون كنصيفط بيه ايميل في النهار كاين كي جاوبنيش كاين شي تعايرني في ايميل عادي هادشي تما عندهم عادي زعما برستيني مي بون جي با لاشي حيت اصعب حاجه هي لي فونت لي فونت فيها الرفض الناس يقول لك لا ما بغيتش ما تصدعنيش اصعب حاجه هما لي فون المبيعات الا كنتي كتقد انك تبيع الناس كاين كيقطع عليك كيحتارمكش صعيب بارابور الايغو ديالك. مي افيك لو طون تعلمت انني حتى بمساعده ديال الكتب اللي كنت كنقرا وبمساعده ديال الحال مشى الكتب بوحديتهم صراحه لا سيكولوجي مشى الكتب بوحديتهم اللي عاونوني انني كنلاحظ كنجوبسيرف بزاف لي جون تما الناس اللي كيتعجبهم لا سيكولوجي حاول انك تصنت بزاف للناس وت اوبسيرفيهم تشوف لي كومبورتمون ديالهم كيفاش كيفاش كيتعاملوا شنو كيلبسوا سي تري امبورطون هادشي رد لهم ركز عليهم هما اكثر من تركز على راسك هادشي حتى هو عاونني في البيع انا شنو هو البيع وانني نقنعك واحد لو برودوي باش انني نقنعك خصني نعرف شنو هما لي بوزوان ديالك بعدا
خصني نفهم شخصيتك، شنو هما لي زوبجيكسيون ديالك، شنو هما الحوايج اللي انت اللي انت يقدروا يردوك ما تشريش ديك الساعه، خصني نكون فاهمهم باش نعرف كيفاش انا نقدر نقنعك. مي بيان سور خاص يكون عندك ان بون برودوي عاوتاني، ما تبيعش ان برودوي اللي ما يجيش ينفعك. فوالا سي تي سال بس ديالي. باش كنخدم مع بزاف الناس ابري داك السيده في باري، باش كنخدم مع بزاف الناس، كان عندها تيمونياج ديالها، الثانيه الثالثه الرابعه وانا غادا. ابري جو لو كوفيد. اوكي دونك شي ريسون شي شي ما بريج لو كوفيد، ما قبل لو كان كل لو ديال الكوفيد باش كان يلاه سادين كلشي، الناس كاملين متهدين عليهم. خدمنا انا ونزار قبل بيان سور، حتى هو كان لو سيستيم ديالو امريكان فيتنس، الشركه ديال الفيتنس ديالو ديال الكوتشينغ دو فيتنس. خدمنا اونصامبل ديجا هو كان غادي مزيان، زدت لا توش ديالي، جبنا لا توش ديالي وديالو، كان واحد الريزلت لي زوينين، مشينا مزيان. دوكو صافي من تما قلت حتى شنو تماك فين دستي المغرب، زعما دستي تخدمي مع المغاربه. اون كولابوري اونصامبل، وخدمنا اونصامبل مع دي كليون برا في الانترناسيونال، ابار هو الشركه ديال الكوتشينغ ديالو، خدمنا مع الناس في الانترناسيونال وقلنا بوكو با ندخلوا المغرب. دابا لو كوفيد كلشي ساد، كلشي بغينا نعاونوا الناس في المغرب، وتا بوغ ما سيتي بيني وبينك سيتي ان تشالنج بوغ ما. علاش انا بحال هاربه من المغرب؟ شنو هو قاعد المغرب هذا؟ علاش ما نربحش فلوس انا في المغرب؟ انا مغربي جو كان يدلاج هنا، كيف ما درت لهيت هنا ممكن ندير. مي بيان سور داك السيستم كنت خدامه به لهيت ماشي هو ديال المغرب. قلبت بزاف الحوايج انا وياه، قلبنا بزاف ديال الحوايج باش انني نقدر انني نخدم مع ديك اليوم انا مغاربه، حيت سي با لا مي مونتاليتي. ماشي كلشي كيتيق في مواقع التواصل، يعني كان بزاف ديال لي زوبطاكل في الاول، مي الحمد لله قدرنا على اننا ننجحوا في الخلا السيستم ديالنا. شنو اللي صعب هنا ولا انا كتبيع للمغاربه ولا انا كتبيع انا كتبيع المغاربه؟ سي فري وي صعب وي بس مش كيتش المغاربه ما كيتلقاوش. حيتاش علاش؟ حيت كاين ماشي نقول لك المشكل في المغاربه، ما حيتاش كاين بزاف ديال شي المغرب ما كيتلقاوش فيه بزاف ديال الناس، لي زورغانيزاسيون بزاف في العالم، كتلقى شي ابليكاسيون بغا تدخل تخدم فيها ماشي حيدو المغرب حيت فيهم طوال. دوكو عادي لي بيزنس المغاربه حتى هما ما كيتلقاوش، حيت واحد تقولبو ماشي مره ماشي جوج. مي بقات هنا انك انت تيانسيست، انا جي انسيستي وتيشوفوك انك انت فريمون باغي تعاونهم، كيحس بيك ما تخلصش منك. انا من الاول لو ما نتخلصش منك، شوف لو طرافاي ديالي عجبك مرحبا، ما عجبكش صافي سيتي كومسا باش بدينا. وديما تبقى ولا تشالنج مع المغاربه ديو. لا بصح بيان سور فكرتيني انه تقريبا عندنا نفس البلان درنا انا وياك. وانا حتى انايا ملي بديت ككوميرسيال، علاش؟ حنت كانت واحد الوقيته اللي كان خاصني الفلوس، وسولت راسي شنو المهاره اللي عندي، لقيت راسي ما عندي حتى شي مهاره من غير فمي. ف كتضحكني هذه القضيه ديال المهاره غير فمك، ولكن راه بصح. ومشيت خدمت نيت مع واحد لي سوسيتي ماروكان، وديك اللعبه ديال كنقول لهم عطيوني البرودوي ديالكم وانا نحاول نبيعو. كنت فريمون سور تيرا، و كما قلتي المغاربه صعب. والوعره هي انا خدمت ماشي غير مع الناس ضربات، كنت باقي عقل. كانت واحد كان واحد ليفينمون، وكانوا غيهزونا حنايا لي كوميرسيو غنخدموا في الرباط في سله في اكادير بني ملال وفي افران. تخيلي انه في واحد المده ديال شهر، هادشي كامل كان في شهر، وفي شهر كان عندي انني نبيع لكل واحد من هاد المدينه. ففرق كبير، حيت ملي كتبيع لشي واحد من اكادير الشلوح ماشي بحال شي واحد اللي في بني منال، ماشي بحال شي واحد في افران، ماشي بحال شي واحد في الرباط. فكان واحد التشالنج كبير. وباش ساليتها هي ما خدمتش في سونتر دابيل، وفي سونتر دابيل كنت خدمت في لي فونت. شوف الخيال الليل راه ما يمكنش. ابيل كيجي من مورا كل 30 ثانيه كيجي ابيل جديد، يعني انا هو كتعيط كتقول الجمله اللي خاصك تقول، كيعارك ولا كيقطع عليك الطق، انت ما عندكش الوقت اصلا باش يبقى فيك الحال. لا ما يبقاش فيك الحال، عندكش الوقت ابخي 30 سكوند كيجي ابل واحد اخر. دونك الاخر واخا يشبع فيك معايا تقول والله مسطعني وعاير وخسر الهضره كاع، كيقطع الابل فهمتي، الابل الثاني وخاصك عاوتاني بالضحكه وكذا فهمتي، حنت بيان سور الضحكه راه كتسمع في الابل وهذا وهذا بيان سور. مي انا كنقول اي واحد اللي باغي يبدا كنقول خاصو ضروري يدوز من هذا البلان، سيرتو في البيع. كيبان لي انا البيع هو البدايه ديال كل مقاول. اذا ما كنتش كتعرف تبيع ما درتي شي حاجه، ما درتي شي حاجه، كل شيء خصك تكون كتعرف تبيع، كتعرف بريزونتي راسك، كتعرف تبيع الناس. اكزاكتومون. وزياده على ذلك الشخصيه ديالك كتولي قويه، كتولي قويه. حيتاش البيع خصك، حيت كاين فرق بين البيع والبيع، كاين البيع وكاين الاقناع. فوالا انا كنهضر ديما على الاقناع. فوالا انك باش تقنع واحد الشخص سورتو من تيكون ان برودوي اللي الثمن ديالو زايد، خاصك تكون تايق في راسك حيت غيبغي زعزعك. وشنو هي القوه ديال الشخص اللي عارف يقنع؟ هو واخا الشخص اللي قدامه تالمون تايق في راسو تايق في البرودوي ديالو، نعاود نقول حيت البرودوي خصو يكون وينين برودكت، يكون برودوي اللي مزيان.
تيلمون تاخذ برودوي ديالو فراسو هاد الكليون تيبغي زعزعك اكسبري الكليون راه ماشي ساهل تيبغي زعزعك انت تيلمون تايق فراسو البرودوي ديالك داك التزعزيعه انت ما كتحركش كتكمل معاه وانت كتهجم عليه كتبكرو على لو بوين اللي هو دارو وانت كتعالجو معاه وانت كتعاونو فيه من بعد هو يولي يشكرك اللي كيحس بك تبغي تبيع ليه دو كتضرب عليك كتقول برودوي شنو فيه نو كتسمع ليه هو شنو باغي لي بيزوان ديالو بحال ام سيكولوج شنو هو المشكل اللي عندك سيدي كتشوف لي بوين اللي عنده لاجيتاسيون اللي عنده مع داك المشكل شنو هي الرغبه ديالو حتى واحد القضيه كتكون عند المقنع زايده تكون انت عندك جو بونس هي كتكون كتحس بشخص اللي قدامك وكيهضر كتحس بيه عارف المشكل فين غادي معاه بحال كتقاتل معاه بحال سي ان جو اون فيت انت غادي معاه حيت اسهل حاجه هو لو كليون عندك لوبجيكسيون صحيحه مي كاين ديك ليون ما تيعطيكش لوبجيكسيون صحيحه الا ما لقيتيش لوبجيكسيون يعني ما غاديش تبيع يعني خاصك تلقاها باش تقدر تبيع ليه مي كنقول تبيع ليه يعني انك تعاونو انا هكا كنشوف الشخص يكون كيقنع كيكون كيعاون داك الشخص اللي قدامه باش ياخذ لو بون شوا اما شخص اللي يكون تيبيع كيبغي يلصق ليه ما كنهضرش على هذا النوع هذا كنهضر على النوع اللي تيعرف يبيع يعرف يقنع الشخص اللي كيبيع له ان سيرفيس اللي يصلح ليه خصني اول حاجه نشوفها في عقلي انني انا كنعاون الشخص اللي قدامي كنبيع له ان بون برودوي كنسهل عليه غيخرج فرحان ويعجبو الحال هكا باش كتبدا لاتيتود لانيرجي خصك تكون ديك لانيرجي لاتيتود الشخص اللي قدامك كانت لانيرجي ديالو طايحه نيجاتيف بلاكس مي يسمع كيشوف فيك حس سي البيع سيدوكسيون العلاقه ديال الاغواء انت كاز قدامو بوزيتيف كتهضر زوين انت غتعجبو انت غادي يبقى يشوفك غيبغي يسمع ليك اما الا شافك انت اصلا مكتئب نيجاتيف ما مزير حشمام ما عنديش هذاك وقت باغ كونط لك انت واقف مجبد شي ميز مقاده نقي شي بروبر مع ناس كيلاحظوا شعرك مقاد كلشي فيك مقاد بيان بارفومي يسمع ليك مي وي ديما الناس يكونوا في لي كوميرس كامل يكونوا زوينين الله حتى اه وي كون جو دي زوينين ماشي ضروري يكون مابوغوس ولا يكون شارمون مقاد مهلي فراس هذاك هو اساس تلقاه تيعرف كيفاش انه خلاص عاوتاني اذا كان بحال نزار صافي راه لا فونت اي فيت وي 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 مي خاصة نقولوا ان هادشي كامل راه مهارة راه ماشي شي حاجة اللي زعما من تقلل ولا ماشي كلشي يكون كوميرسيال ماشي كلشي يقدر يبيع واه شوف هنا نقدر ندخل معك واحد النقاش ديال هاد القضية ديال واش ماشي كلشي يقدر يدير ديك الحاجة كما قلتي ديك القضية ديال واش كلشي قائد ولا تابع انا بالنسبة لي راه ما كاينش مثلا المهم لحد الان ما عارفينش واش داك الشيء يقدر يكون جينيتيك ديال جينيتيك مون بالون حتى تولدتي فيك واحد الصفه حيت نورمالمون حنا كاملين كنتولدوا تقريبا نفس الصفات فبالتالي انا كنقول ما كاينش جينيتيك كتلعب جينيتيك ما يمكنش جينيتيك ما كاين بحال هكا كتهرب من الواقع ديك اللعبه ديال لا راه جينيتيك لا كاين جينيتيك وانت كتبدل جينيتيك كان جينيتيك مزيانه راك مزيانه كان جينيتيك خايبه كتبدلها لا جينيتيك كتلعب دور بحال باك بحال دابا وار يعني تيعرف يبيع عنده البيزنس عنده كلشي صفات تلو خديتيهم جينيتيكوم ولكن ماشي ضروري لا ماشي ضروري مي سي سي بوسيبل سي بوسيبل حتى يقدروا يكونوا عندهم علاقه بكيفاش رباك فهمتي وي زعما علاش كنقول لك هذه القضيه ماشي كنقول لك زعما واش بصح غلط ولا صحيح نقلبوها بشي حاجه نيجاتيف الخوف وي كتلقى ان دو تي بارون خواف وي كيدوز لك اش يقول لك خاصك تخدم على راسك تخدم على البروغرام ديالك اللي في عقلك وتخدم على راسك باش تحيد الخوف باش الجينيراسيون اللي جايه تكون مزيانه اولادك من تولدهم يطلعوا بحال يطلعوا ما يكونش مربي فيهم الخوف كتقال هذا الهضر سي فري سي فري يعني داك الشيء بحال دابا خديتي شي حاجه زوينه من والديك مزيانه شي حاجه خايبه من عندهم قلت لك تبدلها ماشي اللي نقدر نقول لك انا سي سي تو بو شانجي مي ما تقولش ما يمكنش ما كاينش حوايج جينيتيك كيما كتخدم تعيا انت تخدم تعيا تقاد فاس كاين شي حوايج عندك جينيتيك مي انت كتشنو كيفاش كتبقى كطلع لو طو دو شانجمون ديالك انت خاصك تخدم لو ماكس على راسك تدرق هذاك الشيء اللي نتايا ما عندك ما دير به زوين هذه القضيه اللي قلتي ديال انه واخا كاع تكون جينيتيك مي راه يمكن لك تبدل اكزاكتومون انا شاز زعما سطرت على هذه القضيه حيت كاين اللي غياخذك بحال فهمتي اكسكوز فهمت وي اللعبه ديال لا راه انا هضرش على البوزيتيفيتي قبيله فيها اكزاكتومون شي اللي بغيت نقول لك كاين اللي يقول لك لا راه انا فهمتي انا ما انا عرفتي داك اللي يقول لك انتروفيرت انا ما نقدرش نهضر مع بنادم فهمتي ماشي ديال هذا كتجيني هذه القديمه بحال تقول اكسكوز لا ماشي اكسكوز حيت كاينه هذه القضيه انا انتروفيرتي كازاك دانك هذاك راه هو انتروفيرتي هو جوستومون ولكن شوفي كيفاش تخدم على راسك اوكي تخدم على راسك كيفاش حيت الانتروفيرتي ما تيقدوش يجلسوا بزاف الوقت مع الناس تيجي بغي يجلس واحد شويه بوحديتهم دغيا كتسالي لهم لا شارج انك ترافيرتي قد يجلس الوقت كله مع الناس وفهمتيني مزيان وفرحان وعاجبو الحال اوكي بجوج بهم مزيانين خصك تعرف لو بوان فور ديالك فين كاين تخدم عليه فوالا
مي ما ديرش كاكسكيوز بحال دابا شي انتروفيرتي غتشوف الربح ديالك ديما علاش كنخدم مع الناس على لوبجيكتيف ديالهم ما تمشيش في الحياه سون اوبجيكتيف انت توي انتروفيرتي ياك ما فيك لي تلاقى مع بنادم غتجلس هو غتجلس في الدار تريح تفرج شي فيلم نتفليكس تجلس مع صاحبك ولا جوج اون بيرسون لو دو انت مرتاح علاش تجلس مع بزاف ديال الناس مي غتشوف باللي انت عندك بيزنس ديالك خاصك تلاقى مع بزاف ديال الناس خاص يولي الناس يعرفوك تبا غاني بوكو دارجون تولي معروفه تعاون بزاف ديال الناس تبا لو فير حيت عندك اوبجيكتيف غادي يبقى ان اوبجيكتيف مي انت غادي دابا انت توي انتروفيرتي ما عندك لا اوبجيكتيف الاول مع شي حد تجلس مع بزاف ديال الناس علاش باش تجلس معاهم مي الا عندك اوبجيكتيف انك خاصك تجلس مع غادي مع الربح ديالك ديرها اوكي داك الشيء ديما خاصك تكون حاطه اوبجيكتيف قدامك ديما اون فيزيون اي حاجه كنديرها علاش كنديرها خاصها تكون صافي بارتي دو مون اوبجيكتيف صافي با بارتي دو مون اوبجيكتيف ما نديرهاش ما نضيعش الوقت فيها فوالا وي دابا هضرتي بلوز او موا على شي حاجه سميتها الثقه في النفس حيت بالنسبه لي اذا ما كانش الثقه في النفس ما يمكن يكون حتى شي حاجه في هذا الشيء كنت كنسمع واحد الموتيفيشنال سبيكر امريكاني كيقول لك تقدر تعلم تبي تقدر تعلم كل شيء ولكن ما كنتيش تايق في راسك فراه بحال ما درتي والو على بغيت نسولك هو هضرتي على انه وقعوا لك شي حوايج خايبين هضرتي انه كانوا عندك دي تحديات في الحياه الثقه في النفس كي درتي حتى زعما خلقتي هاد الثقه في النفس حيت انا صراحه عندي قصه بشي شكل مع هاد القضيه ديال الثقه في النفس مي بغيت نعرف واش زعما انت يقدر يكون وقع لك نفس البلان ولا لا باش كنت صغيره ما كنتش ثقه في راسي بزاف باش كنت صغيره عندك لاج دو ملي كنت صغيره لويتان هكا كنت ثقه في راسي بزاف ابون وي اوكي من كبرت كلنا شوف شي دري صغير يهضر معاه شوف كي غيهضر معاك الدراري الصغار كلهم كيعرفوا يحلموا كيقدروا يحلموا حنا كاملين كنكونوا كنقدروا نحلموا مي المشكل فين كاين كنت تكبر بدا تسمع شي هضره ما عندك ما دير بها ولا كتكون المحيط ديالك خايب ولا والديك صعاب كلشي تقول لك انا نهضر واحد الموضوع انا نهضر عليه صعيب غندوي عليه هذا النهار هما لي باون كاين دي باون لي صعاب ما كيعرفوش يتعاملوا مع ولادهم وكلشي تقول لك لا الوالدين خاصك اي البر والتقوى متفقه معاك ولكن كاين دي باون ما كيعرفوش يربيو ولادهم تيحقروهم واصلا تيكون عندهم لي ستيم دو سوا طايح وي اللي كان والديك لي ستيم دو سوا ديالهم طايح غيتكرفصوا عليك ما تقولوا انت انا بغيت هاد بغيت نكون مليونير بغيت نكون ان بليونير نقول لك ولدي حلم قدك علاش داك الهضره هادي كتبروفوكي يعني انت هو كيقمعك بحال هكاك فهمتي وكاينين دي بارون اللي الله يعمرها هذا كتلقى ما عندهم والو داك دو موديل الناس ديجا عندهم الفلوس وديجا كانوا دي زونتربرونور ولا سيلف ميد بداو من الاول عارفين فاهمين كتلقى ولادهم كيربيوهم مزيان كيشدوهم عندهم كيربيوهم مزيان وكاين مثال اخر ديال دي جون اللي ريش وما كيتعاملوش مزيان مع ولادهم ومربينهمش مزيان اي حاجه كاين البوزيتيف والنيجاتيف كاين الناس اللي ما عندهمش الفقراء اللي ما عندهمش بزاف ناس خدمت معاهم في هذا لوكا كتلقى ولادو طالق عليهم تايق فيهم باش اصلا ما عندهمش فهمتي يقولوا سير ولدي دير داكشي اللي خاصك دير خدم على راسك انا عطيك الحريه ديالك فين كاين المشكل لا كلاس موين اللي بيناتهم لا كلاس موين حيت لا كلاس موين كتلقاه قرا لي بارون قراو واحد شويه خدموا واحد الخدمه عندهم لا سيكوريتي ديالهم كيسحاب لهم فهموا الحياه فوالا شنو فين نقول لك تايقين في راسهم بواحد الطريقه سلبيه فوالا يعني كيسحابوا صافي راه فهم كل شيء ولا كتلقى كيفرض على ولده خاصك تكون ولدي انت محامي هو ارتيست تقول انت خاصك تكون محامي علاش باش يبان على باش يبان على صاحبه ولا يبان على خوه بلي ولده راه محامي فهمتي دي شوز كومسا يعني انسان ما تكونش خادم على راسو كيتكرفص على ولاد ما خادمش على راسك ما تولدش عشان قلت لك داك انت نتا تايق في راسك ما غتولد ولادك كتهلا فيهم حتى ما يكون تايقين في راسهم بحالك نتا ما تايقش في راسك انت ما غاديش حنا نلوموهم حيت واحد القضيه انا ديما كنهضر عليها اللي كان والديك ما تايقينش في راسهم ولا دايزين ديك اكسبيرونس صعب ما ترضش اللوم اليوم عاوتاني تقول واحد والديا انا هذوك حيت والديك نتا وقتك سي وقتك يلا بينا انت يا سيدي يا والديك ما داروش ما تايقينش في راسهم وانت تقول لي انا يا قاسوني هما لي مو انفلونسي واخا tu peux changer ça c'est changeable يا لوريني حنتي ديك والديك ما عجبينكش ووريني انت شنو تقدر دير ومن بعد عاونهم هما ما تسينهمش يتبدلوا ما عمر ما يتبدلوا ما صافي كبروا اللي عليهم داروا جا وقتك انت باش انك تبدل الثقه في النفس منين كتجي منين كتيدونتيفي لي بروبليم اللي عندك بعدا كتعرف شنو هو المشاكل اللي عندك كتكون تصالح معاهم كتكون خادم شويه على الغرور ديالك حيت بعد ما الغرور تيبغي يعملنا عينينا كتشوف راسك انا ما تعيقش انا كنحشم اول حاجه في التحول هي انك تاكسبتي البوزيسيونمون الاول ديالك فين كاين انت بعدا ياك باش انك تحاول تبدل من نفسك الثقه بالنسبه باش كتجي كتجيب لي زيكسبيريونس حتى راسك في شي حاله صعيبه وغتخرج منها اوتوماتيكمون عقلك راسك غيتيق فيك الثقه في النفس هي عقلك كيتيق فيك وكيامن بك ثاني حاجه اللي مهمه بزاف كتحيد ديما كنهضر عليها كتحيد دي جون نيجاتيف سورتو لي قرابين ليك
علاش حيت كيأثروا عليك كيشوف انت كتبوا ليا وانا حتى انت تاثر عليا وانا واخا صحابي انا احسن منه وما تاثروش عليا دوك كيحلموا كيقولوا شي حاجه اللي ما فاهمينهاش سيونتيفيكمون بارلون راه قال لك كتجلس معاه خمسه الناس كتجلس معاهم داكشي اللي عندهم هما تولي بحالهم سالي ما تقولش لي ان ما اثرش عليهم لا شكون من الناس خصك تجلس معاهم باش عاوتاني نعطيو لي بريسيزيون ثلاثه الانواع ديال الناس الناس اللي فايتينك باغي توصل لك لوبجيكتيف انت ما ديجا وصلوا ليه ولا قرابين ليه تحاول انك تجلس معاهم واش انك تجلس معاهم خاصك تعطيهم شي حاجه او غوتور انه هما مشغولين عندهم يدارو هو مشغول ماشي غادي يجي ومشي بصيف عليه انه يجلس معاك يعطيك وقت انت كتعطيه شي حاجه فهمتي انك شي اون فالور اجوتي تعطيها ليه باش هو يقد يجلس معاك هذه الاولانيه ثاني حاجه تجلس مع الناس اللي بحالك حتى هما كيتقاتلوا غادي جوج النيفو ديالك تبقاو تبارطاجيو بعضياتكم لي زانفورماسيون تبقاو غادي مزيان ثالث حاجه تجلس مع الناس اللي تحت منك ولكن ما غيطلع يكونوا امبيسيو حتى تجرهم عندك واعره بزاف هاد العباد وصعيبه بزاف صعيبه بزاف ولكن واحد القضيه خاص يكونوا دوك الناس ما عندهمش نيجاتيفيتي ولا خدم معاهم يحيدوها الا ما كانش باقي معلق خليه ما عندك ما دير ليه فوالا ما تعذبش راسك ما تعذبش راسك معاه غير يردك اللور مي الا كان هو فريمون باغي انه يتبدل وكيشوف فيك واحد تشوفو انت ولا وانت ولا غو ديالو مزيانه ليك حيت علاش حتى باش تكون كتعلمو انت غتحس مزيان عجبك الحال انك كتعلمو وي دايره حيت تحس في هذا العالم اللي حنا فيه خصك تعطي الفضوني باش يجيك ديما خصك تعطي 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 جيف 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 لا قادر تعطي شي واحد غير يعطي ما تبقاش تكرابا مع بنادم لا وخصو يعطيني والاول انا نعطي الشخص اللي تيكون واعر راه هو اللي تكون تيعطي ما خصكش عارف لمن كتعطي باش ما تضيعش وقتك عارف الناس اللي كيستحقوا انك تعطيهم دونك دوينا على الناس اللي نيجاتيف خصك تحيدهم فمره ما يبقاوش يدوروا وحدك لانك انت ما كتكون كتبني نفسك سورتو الناس القرابين ليك لا فاميا تريز امبورطون حيت الناس قرابين حداك الا شي حاجه راك تطيح منك ما تعمرش ليه معاه ما تجلسش معاه ولا اوموا حل بالك كان باك وحاجه كاين اللي عندهم اللي فواحد لوكال اللي صعيب كتلقى بابا ولا ماما دايرين بحالك وصعيبه بزاف هاد القضيه اللي خدمت معاهم بحالك يعني ما تبارطاجيش معاهم الاحلام ديالك ما تقول له والو خلي داكشي عندك خدم بالسكات خدم اون سيكري منجي ربي اللي خلقك هو اللي اولي ولي تامن بيك ولا يحس بيك ولا غادي يعاونك انت ماشي بوحدك الناس بعد ما كينساو بلي هما راه كيقولوا بلي انا بوحدي راه ماشي بوحدك راه كاين واحد حاجه كبيره موراك تعاونك غير دير الاسباب بعدا بين لي دير خذ لاكسيون بين اون بيغ يجيب لك كاع الحوايج اللي زوينين اي طونبير و طامير ماشي هما دوك تي دو لاكسيبتي حيت سي طونبير سي طامير ما عندك ما دير ليهم اكسبتهم كيف ما هما مي خدمتي داكشي اللي كنبغي انايا ولا زانسبيراسيون ديالي ما نبارطاجيهمش معاهم انهم غينفعونيش ديما النصيحه نخدم عند شخص اللي فايدني واللي غيفهمني واللي ما غاديش يطيح بيا واخا النصيحه نخدم عنده ديما خاص يبقى لازم كريتيك واش غاده مع الربح ديالي واش غاده مع لي زوبجيكتيف ديالي دائما خاص يبقى لازم كريتيك دونك هادو دو بوين هادو ثالث حاجه خاصني دي زيكسبيريونس اللي كيخلعوني شوف حاجه كتخلعك سيديرها نيشان سير دير ان العقل ما تفهمش الهضره دابا واخا نعيا نهضر نقول هادشي ما تفهمش الهضره تفهم لاكسيون شي حاجه كتخلعك ملي درتيها غادي تحند كاع داك الهضره بحال دابا واحد الشخص قال لك انت يا عيان وانت ما كدير والو مشيتي درتي واحد الحاجه اللي خالعك وهو براسو ما يقدش يديرها مشيتي درتيها طبيعة الحال عقلك لو سوبكونسيون ديالك والبرين ديك غادي تيقفيك انت حيت انت درتي داك الحاجه بينتي لي يعني داك الصوت غادي لي شت اسكتو باغ كونط ملي كدير والو جالس وما كدير حتى شي حاجه بيان سور ما غاديش تكون تايق في راسك واي حاجه خلعتك سير ديرها كيف ما كانت هذيك الحاجه اللي خلعك سير ديرها خدمه جديده اوبجيكتيف كبير سير ديرو ما عندك ما تخسر ما عندك غادي نقول واحد النوطه دابا تيقول لك ما كنبغيش ناخذ لو ريسك الثقه في النفس كتجي مع لي ريسك النوطه اللي غادي نقول دابا قال واحد السيد ماشي ديالي ما جبتش من راسي سمعتها عنده الصباح وعجبتني وغنقولها كيقول قال لك الحياه كلها دي ريسك باش انك تفرق كتاخذ دي ريسك باش كتاخذ دي ريسك باش تخدم كتاخذ دي ريسك اصلا قال لك حنا ما غاديش ما غنموتوا حنا اصلا ما نخرجوش من الحي يعني سي ديجا ان ريسك اصلا ما تولتي راسي تان ريسك فوالا اصلا غتموت يعني فهمتي دير داكشي اللي خاصك ديرو وشوف ساين لو فيدباك فوالا وي وي شنقول لك هضرتي في شي حوايج اللي حتى انا كنهضر عليهم بزاف واللي بعض المرات كاع كيعصبوني في بعض الاشخاص بون نهضر على البلان ديال الوالدين حتى انايا حنت كيقول لك الله يفيقنا بعيبنا بعض المرات ملي كتكون في واحد لا بوزيسيون اللي انت الفوق وانت اللي عندك منصب ديال القوه بيزوم صعيب بزاف باش تعرف راسك راك غلط صعيب بزاف الا من رحم ربي صعيب بزاف فهاد الشيء علاش كتلقى مثلا الوالدين للاسف كما قلتي بير الوالدين وهذا وانك تحترم والديك هذا واجب عليك واخا يكونوا ما نعرف شنو كيديروا غيكونوا كافرين خاصك ضروري تبرهم ضروري تحترم ولكن راه ماشي قاع داكشي اللي كيقولوا صحيح فوالا
هذا ما خاصنا نعترفوا بهذا البلاط فهمتي حيت هو كيبقاو اون فان كونط بنادم وي والاحتمال باش انهم يخطئوا زعما كاين وي وكاين وقدروا كاع نقولوا احتمال كبير فهمتي وي بيان سور سورتو انهم هما جينيراسيون اللي ماشي بحال لا جينيراسيون ديالك فوالا واحد المقوله كي قالها ابو بكر الصديق ديال انه تيقول لك علموا ابنائكم لزمان غير زمانكم ديال انه انت مثلا ما غاديش تربيه اسيدي انت في ملي كنت انت في الحياه كانت القرايه مهمه مثلا كان الدبلوم مهم دابا ما عندك علاش تقول ليه لا ميم شوز تقول ليه لا سير شد الدبلوم لا شي دير هذا لا خاصك تخدم مع الدوله لا خاصك دير هذا شحال هذه كانت كان الناس انا اللي كيخدم في الدوله ولا كيشد الباك راه كيكتبوه في الجورنال اما دابا كلشي تبدل وي للاسف انا بنادم ما كيحلوش يعني زعما كلشي باين ولكن ما قليل اللي كيحل عينيه وودنيه باش انه يشوف التغيير فانا كنظن هذا الشيء علاش كيخلي كما قلتي بزاف الناس ما يثقوش في راسهم ويكونوا عندنا داك النوع ديال بنادم اللي ضعيف ما عرفتش ديجا تحطيتي في لي سيتوياسيون هكا في الكوتشين ديال انه كتلقى بنادم ضعيف عرفتي باش تجي تقول لي ما باغيش نريسكي ولا باغي نشد فهمتي نبقى غادي في جنب الحيط ديك اللعبه ديال واش فهمتي اخويا الحياه ولا لا فهمتي ها انت جلستي كاع جنب الحيط زعما بقيتي غادي ومن بعد داك هو اكبر ريسك كديرو حيت اون فان كونط غتوقع لك شي حاجه خايبه غتوقع لك شي حاجه توقع لك توقع لك ديما نشوف حوايج خايبين تيوقعوا تيوقعوا اللهم كون حيت كاين جوج الناس كاين فيكتيم وي وكاين بطل بطل تيحل المشكل نيشان فيكتيم تبقى يشكي وانا وقع ليا وقع ليا وقع ليا راه ملي كتشكي لونيفير غادي يزيد يفلقك بصح غايزيد يدز عليك المشاكل غتبقى تلقى مشكل مرموش كتبقى لنا كامل القضيه خصك تعيق بها الطاق تبدلها وندير عليك مشكل وتفشى ترويض الطوموبيل شي سوا وتهرسك في الباب دي شوز كوم سا باغ كونطخ مي كتسويتش المايند سيت طريقه التفكير ديال البطل انا غنحل مشكل عندي الحل حل كاين نعس نعس لغد لنفيق نلقى الحل صافي كتبقى كتلقى كيفاش عقلك تيبدا يولي دور تيبدا يقلب الحلول راه العقل ديالنا كيمشي بجوج حوايج ما كيفرقش ما بين نيجاتيفيتي وبوزيتيفيتي عنده بحال بحال دونك سي تو دو شوازيغ غير هو كيبقى مشكل في حاجه وحده هو هاد الناس هادو بعد ما كتلقى عندهم بروغرام قديم بروغرام بحال دابا هاد السيد هذا والديه كيشوفوا بانهم ماشي شي حاجه ماشي شي موديل اللي كبير تلقى بابا ولا ماما ما تيقينش في راسهم كتلقى ماما كتعنف حداها لوبا حتى هو تيجي يحقروا عليه يعني ما كيجيبوا هاد الثقه هادي هو والديه ولا الموديل ديالو كيشوف هادشي حداه مي مين كتبغي تبدل خاصك تكون بعدا واعي بواحد القضيه اللي سميتها البروغراماسيون القديمه ديالك مي غتبغي تبدل غادي اون بروغراماسيون ان والديك ما دينيش بحال داكشي باغي توصل ليه داكشي باغي توصل ليه راه الخيال العلمي شي حاجه جديده عليك حاجه كبيره بدل داكشي القديم اللي انت كنتي عايش فيه يعني اول حاجه خاصك تبدل المحيط ديالك مهم انك تبدل المحيط ديالك ولا الناس اللي كدوي معاهم اللي ماشي خاصك تسد معاهم ولا قلل معاهم بحال دابا شي حد اللي قريب ما تجلسش معاه بزاف ما تطولش معاه بزاف تخدم مع داك البروغرام القديم انك تحيدو بعدا حيت انت ما تفكروا شنو نزيد وحيد خاصك تحيد بعدا ديما فيما تبقى خاصك تحيد شي حاجه قديمه بعدا هادي ضروري شي حاجه اللي كنتي كديش ايبيتو قديمه خاصك تحيدها تبدلها باش انستالي سيستم جديد و سي با فاسيل انا دائما سيستم قديم غيبغي يردك شكون غادي مزيان غادي في الطريق كتجي شي حاجه تردك اللور عاوتاني فين كاين لو سيكري هو انك ولا بيرسيستانس وما تحبش وتكمل واخا تردك تعاود تكمل حتى يتيسر لك الامور حتى البروغرام الجديد يتانستالا شفتيني اش كنهضر يعني باش تحيد داك البروغرام القديم داك المعتقدات تحيدهم بحال شي حاجه كانت ديجا خالعك في البروغرام القديم غتمشي ديرها ما تبقاش خالعك صافي عطيني مثال بسيط الثقه في النفس عندها علاقه بواحد النوع ديال الناس اللي كيطيح منك ولا كيهجم عليك كتولي انت تردو بلاصتو وتولي تقول ليه لا وتحيدو وما تبقاش متعلق به هذه ثقه في النفس كبيره هذه قوه كبيره بحال زعما عطيو مثال واحد الشخص اللي كان ما تيقش فاطو شحال هادي نقولوا اميك اللي كيخرج مع بنات اللي ما كيتعاملوش معاها مزيان ولا اللي كيتفلاو عليه ولا شي حاجه بحال هكا ياك جا واحد الوقت جلس مع راسو قال انا ما نعاودش نخلي شي وحده اللي تفلع عليا ولا دير معايا شي حاجه ماشي هي هذيك انا ضل بلاصه هنا فاق السيد فاق ما بقاش بحال الاول يعني بدا كيتبدل اون فوا وصلت القضيه يبغي راسو وديك لا بيرسون يردها لبلاصتها غيتبدل كلشي غادي يتبدل عنده غيتبدل انا صافي ما بقاش بحال اللي كان شحال هادي ولا نعطي اكزومبل صعب مع لا كوبين ولا كوبا ماشي حاجه اللي كبيره شي حد في لا فامي معاك كيحقرك ديما ملي كنتي صغير هو حاقرك يجي انت كبرتي خدمتي على شي حوايج على راسك جا واحد النهار قلتي لي ديما كتقول له اه وكيمانيبيوليك وتيتكرفس عليك وتقول خاصك دير هاد الحاجه وعايق لك لو بونفا ديالك وكيلعب لك عليه يجي انت رديتي لبلاصتو وليتي اوا على راسك وليتي انديبوندون ولا ملي كتهضر معاك كتقول له لا
ما ندير لكش ما بغيتش كتردو لبلاصتو هذه ثقه كبيره الثقه في النفس هذه كتزاد علاش انك كنتي محقور في داركم نفس الناس اللي تيحقروك غيعاودو يحقروك برا لو ميم بروفيل لو ميم كنخدم مع ناس اللي في علاقاتهم مع ولي كتلقى باها ولا ماها ما مفاهميش مزيان كتولي تقلب على ان بارتنير كدير بحال با با قبيحه تقلب على بارتنير بحال با داكشي اللي شافت يتعاود داك البروفيل انا الا با بي جيري داكشي اللي بينه وبين با عتعاود طيح في نفس المشكل لا ميم شوز بوغ لوم عنده مو صعيبه ولا شي حاجه يطيح مع شي مره بحال مو تمحلو فهمتي ولا عنده خو كيحقر عليه في الطاك يعطيه العصا يخرج برا يطلق مع شي واحد بحال خو نفس البروفيل حيت لو سيب كونسون كيجر داكشي كيعاود يجيبك نفس لي سيتوياسيون تعاود تحط فيهم يخرج برا يطلق شي واحد شي يقتل العصا بحالو بحال خو ان خو شي تيحقر عليه في الدار كنتي محرره في داركم كدير داكشي اللي بغيتي حتى ما تيحكم فيك عندك واحد لي فالور ديك غادي بيهم شي واحد ما يحقر عليك برا سي تري امبورطون شي كنقول لك خصوصا ان الواحد خاصو يعرف ان هذا الشيء باش تولي كديرو خاص تكون عندك واحد القضيه اللي مهمه اللي هي الشجاعة حنت هادشي كامل خاصو الشجاعة باش انك دير شي حاجة اللي خلعك راه ماشي انك انت ما كتخافش خاصك تكون غير شجاع جون فاند كونت راه ملي كنتي اول مرة غادي تبيعي راه كنتي مخلوعة وي بيان سور ولكن واخا هكا درتيها باش كنت جاية عندك كانت فيا الخلعة ولكن واخا هكا كديريها انا دابا كنهضر معاك فوالا حنت كاينه شي حاجه سميتها واللي كاينه نيت عند الناس اللي كيكونوا ليدرز هي انه ماشي مخلوق واحد الطريقه اللي هو ما كيخافش ولكن شجاع حيت عارف انه اون فان كونط بنادم غيخاف فهمتي حنا كتخلقنا ديال انه لو كور ديالك كيحس شي حاجه ماشي هي هذيك كيبدا يدير دوك لي سين الخوف ما كيتحيدش باش نهضروا على هذا ما عمره غادي يتحيد هادشي اللي نقول ديما خاصك دير حاجه وانت خايف وملي كديرها وانت خايف شي لي زومون تبداو يلعبوا باش كتحس من بعد تخطو ملي كتكون شي حاجه فريمون خالعك من بعد كتطلع لك ديك الادرينالين وي انت كتقول لي شي شهر وانت فرحان ديال السعاده اللي دير هذا هو الفري بونور حتى باش شي تزين ولا شي جاكيت عجباتك زوينه ايه تلبسها صافي داك النهار مشات دوبامين مشات باغ كونطخ شي حاجه اللي خالعك وانت فريمون عاجبك ودرتيها غتكون فيير دو توا ديال الثقه في النفس راه كتجي بشويه فهمتي وواحد القضيه اخرى نزيد نركز عليها الثقه في النفس كتبقى تلعب داكور دي فوا كاين اللي كتلقى شخص تايق في راسو ما تبقاش تايق في راسو واحد ليفينمون اللي هرسو كيقدر يكون ان دوي ديال شي واحد اللي قريب ليه مات ليه تيقدر يكون واحد العلاقه الحميميه اللي ما صدقاتش تيقدر يكون جرو اليوم الخدمه بزاف الحوايج الثقه هي كاينه ولكن زعزعتي خاصك تعاود تردها تخدم على هذه القضيه وتعاود تردها يعني ما نقولش صافي مابقاش تايق في راسو صافي راه ماشي شي حاجه كتبقى ستابل كتبقى تمشي وتجي وديما خاصك تخدم عليها ديما تخدم عليها وي انا عاود نهضر على هذه القضيه ديال الثقه في النفس حيت انا شخصيا عندي قصه كما قلت لك مع هذه القضيه ديال انا مثلا يعني ماشي تربيت واحد التربيه ديال ان يعني والدي رباوني انني نثق في راسي ولا شي حاجه كانت تربيه اللي عاديه اللي كانت فيها انه خاصك تكون حشومي خاصك تكون بعد المرات كاع نقدروا كاع نقولوا انه خاصك تلعب الدور ديال الضعيف باش تكون زوين عرفتي داك القضيه واثرت فيا لاعوام اقتشت بثلاث وهذه كنظن تكوني عارفه انت هذه المعلومه هو توني روبنز كيقولها بزاف كيقول لك موشن كرييت ايموشنز يعني الحركه كتخلق الاحساس فانا كنت حطيت في واحد لي سيتوياسيون اللي كان خاصني نبين راسي انني تايق في راسي ومي بقيت كنديرها مره جوج ثلاثة أربعة ولات شي حاجه اللي عاديه انت وبالعكس كاع وليت تايق في راسي ولات فيها العياقه كاع لحنت ديك اللعبه ديال فهمتي وليت انا هو داك الشخص ما بقاش ديك القضيه ديال غير كندير راسي تايق في راسي المهم هذه واحد لا تكنيك اللي بالنسبه للناس اللي مثلا اللي باغين اللي كيحسوا براسهم انهم ما تايقينش في راسهم تحرك كانك تايق في راسك حيت ملي غادي تجلس ما غاديش تهضر الشوفات الصوت ديالك هادشي ملي غادي ديرو راه الجسم ديالك والسوبكونسيون ديالك كيولي كيقول هاد السيد راه تايق في راسو كاينه هاد لو بوين سي ان بلس سي ان بلس انا ديما كنهضر بالصراحه ديما ديريكت سي ان بلس لي زوين ولكن لي زيكسبيريونس هادشي علاش مزيان تضرب انك تايق في راسك مزيان سي بيان سي ان بون اكزرسيس كتوصل الجسم ديالك بلي انت تايق ولكن الا جلسي مع شي واحد اللي مجهد
سيبا شي واحد اللي مجهد وتحطيتي في اون سيتواسيون اللي انت بنتي فيها تايق انت ما تايقش غيطحنك طاحش في هذه القضيه علاش انا يحس بك ان علاش خاصك شوف ديما لاكسيون مزيان انك داك هاد القضيه اللي قلتي راه سي امبورطون سي ان بلوس ضروري تكون مي خاص 1 و 2 عاد 3 اوكي هذه قلتي لي 3 1 2 اول حاجه حيد لي الناس اللي كيهجموا اللي كيستفزوك ما كطيرهم كتجيب راسك انت كتبغي راسك سي انكت هذاك كتكون متعلق به مخك كيتعامل معاك خايب حيت تقول لي واش خاصك تعامل معايا خايب واش انا نبقى نهضر معاه انت ولفتي ولات عندك لاديكسيون مع هذه القضيه ولات عندك ابيتود هذه القضيه باش انا كتكاسير بحال دروغ حاجه واحد كيتدروغ وحبس سي با فاسيل باش انا كتبدل اون ابيتود كتحيد عليا دوك الناس ثاني حاجه لي زيكسبيريونس اي حاجه كتخلعك سي ديرك كاين اللي كيخاف انه يهضر قدام الناس لازم يكون تهضر مع الناس تهضر مع الناس ما كتعرفهمش كيعرفيش تحسير تحك قدام الناس ما كتعرفهمش تبان خايبه تبان ما كتعرفش تشطحها تبان واحد كيفاش من بعد تحس مزيان غادي يعجبك الحال لانك تحديتيهم كاملين انك ما تسوقش حتى شي واحد درتي داكشي اللي نتايا باغي ولا في خدمه بيزنس شي فكره جديده تمشي ديرها واخا انت خايف مرعود فيك البوله ودير ديك الحاجه انا خصها دار من بعد راسك غادي يشكرك غادي يقول اه انت تايق في راسي انك بينتي لي فهمتيني بينتي لي ماشي بالهضره بلي زاكسيون اصعب حاجه هي لي زاكسيون اكزاكتومون وي فهمتي وي وواحد القضيه اللي باغي نهضر معك فيها هي ملي كنهضروا على الزاكسيون كنهضروا على انه كاين احتمال انك غادي تفشل بيان سور وكنظن هذه هي الحاجه اللي ما كتخليش شحال من واحد انه يدير شي حاجه كانت عندي لانه اذا درت هذه القضيه وفشلت خوف من الفشل وي حتى انا كان عندي وكيدرتي حتى كي درت انا حيدته جات فيا جو فيا بزاف ديال الدقات يا باش حيدته في الاول انا حتى ما كتبدل الحال حتى كنزل عليك كان خاصني فلوس ياك في الاول ديال لا كارير ديالك كان خاصني فلوس وانا خايفه نمشي نهضر مع شي واحد وكان عندي الايغو الغرور واحد الحاجه اللي صعيبه بزاف صعيب تكون عندك الغرور خاصك تجيري واش انا نمشي عند شي واحد يقول لي لا واش انا غنضام دابس معاه ويقول لي حتى ما تعجبنيش وشكون هو اصلا اللي انا نمشي لعندو دي شوز كوم صح حيت كيسحب راسك انت راه ما عرفتش شكون انت راه انت انسان عادي دوكو شويه بشويه ما بقاش عندي فلوس انا خصني فلوس باش نتحرك كيفاش غادي نربح الفلوس دونك تما جات نزلت لي على راسي ديجا خصني نهبط كواليه وخصني نتواضع وخصني نتعلم واخا نغلط حيت انا جيتي ماشي جو سوي جيتي ان بيرفيكسيونيست بيرفكسيونيست هي واحد كسوة زوينة لابسها الخوف زوينة هادي بيرفكسيونيست مرة هو الخوف نيشان راك خايف ما تقوليش انايا كنبغي داكشي وكي تقولها زعما اون طونك فيغتي مو جو سوي بيرفكسيونيست انت خوافة انت خواف خاصك تحيد منك هاد القضية خاصك تحيد بيرفكت وتردها امبروفد بلاصة الحاجة اللي كاملة حيدها بلاصة محسنة خاصك الإتقان إتقان باش كيجي بالتواضع في الأول انك غتغلط وتعاود تغلط وتعاود تغلط وتفهم وتقن ديك الحاجه بعد كتزيد لا كرياتيفيتي كرياتيفيتي كتجيب مور الاتقان واه ممكن كتش توصل لهاد النيفو نتايا ما كتغلطش ما يمكنش حيت ملي كنتي صغير في المدرسه تيقول لك ما تغلطش وي اللي كيغلط كيضحكوا عليه فهمتي درت واحد الطريقه تفكيري غونبلاسيتها اللي هي انا خصني نكون واحد الشخص اللي متواضع انا جيت هنا باش نتعلم انا جو سوي جوست اون تران دابروندغ انا ما نيتش باش نكون واعر انا غير كنتعلم اي حاجه كنحط فيها كنقول مع راسي انا دابا كنتعلم ماشي ضروري تكوني واعره انت خصك تعلمي خصني نتعلم ودائما ندير شي حاجه جديده عليا وانا كنتعلم انا كنتعلم انا كنتعلم بعد صافي كتولي الثقه كتبنى بدا واحد القضيه واحد البريسيون كبيره كتحيد من عليا انت غير كتعلم انا غير كنتعلم داك الكليون انا غلطت ليه انا خويا كنتعلم بلو ما تخلصنيش بزاف من غنتقن خدمتي وخلصني ديك الساعه الشريف راه خدمتي كنديرها متقونه مي في الاول غنطلب واحد لو بري عاد كنتعلم وداك الشخص نقولها له انا كاع ما كاينش مشكل باش ما تكونش عندك اون بريسيون اون فوا تقن داك الحاجه صافي لا بصح هاد القضيه ديك اللعبه ديال انك تخطا وتخسر ولا شي حاجه فهمتي كتولي كتبان لواحد كبيره بحال راه ما عرف شنو الوغ كو راه عادي حيت اصلا تولدنا باش نغلطو زعما فوالا واخا تعيا ما طير واخا تعيا ما دير وهاد البلان كان فيا ثاني حيت كنت كنقول خاصني نكون عارف بزاف عاد نبدا خاصني نتعلم بزاف كنبدا كنقرا الكتوبه كنقول ما عرفتش شنو خاصني نزيد نقرا الكتوبه عرفتي شنو نزيد نتفرج فيديوهات هاد اللعيبه اللي قلتيها نهضر عليها دابا بالزربه واخا كتكمل سير شي هاد اللعيبه اللي قلتي دابا هي اون فورم البروغراسيناسيون وي
جايه من التسويف، كاين اللي كيتحابلو تيكين اكشن وانا نتفرج بودكاست تفرج فينا انت دابا، وكاين خصك تفرج فينا دابا باش تاخذ لاكسيون من بعد. وي انك تفرج بودكاست وتقرا كتاب وصافي خديتي لاكسيون صافي بررتي داك الشيء اللي عندك، داشي بيتادين داشي واحد شويه بيتادين نو سمع هادشي سير مورا دير لاكسيون. الا سمعتي لي بودكاست وقريتي كتب ودرتي لاكسيون استعملتي زانفورماسيون لداخل استعملتيهم في الحقيقه غتولي واعر. بصح هاد القضيه ترى القضيه كانت عندي، كانت عندي القضيه وكاينه هاد البلان ديال انه كتبقى يعني تزيد كل مره تقول لا خاصني لا خاصني خاصني، وكاين حتى ديك القضيه ديال انه ما كتخدمش ولكن كتهضر. انا كانت فيا بزاف هاد البلان، كان فيا الهضره بزاف، كنت ما كنخدمش كنقول شنو باغي ندير وكتحس بديك فهمتي ديك صافي عرفتي هاد القضيه تحس براسك راه وصلتي ولو كور ديالك دماغك ديك اللعبه ديالك كيقول لك صافي فهمتي. هاد القضيه علاش خايبه هي انه اولا كتحس بديك لا ساتيسفاكسيون اللعبه ديال صافي كتبرد ما كتعطيش الجهد للخدمه كتعطي غير في الهضره وديك القضيه ديال انه كتحط راسك كتحط راسك عريان فيزافي الناس لي كومونتير ديال الناس. حنت خاصنا نقول واحد القضيه ديال انه ما مزيانش تقول داكشي اللي بغيتي دير لكلشي. وهاد القضيه لاحظتها بزاف خصوصا ملي بديت البودكاست والحمد لله وليت كندير واحد النيتورك اللي البنادم اللي نيفو، وانه كاين فرق كبير ما بين ملي مثلا انا غنعاود لك شنو كندير وما بين ملي كتعاود شي حد اخر. وقعت لينا نيت كنا جالسين انا وواحد مجموعه ديال الناس نيفو، وجا عندنا واحد السيد عتعرفت عليه وكان كان داك الجو ديال فهمتي كان بارطاجي شنو هذا، كان واحد الجو زوين داك الجو اللي كتحس به ملي كيكون قاعد لك بنادم نيفو، يعني ما كاين حتى شي واحد اللي غيقول لك اللي يطيح لك كواريك ولا اللي غادي يجوجيك ولا ما نعرف شنو. وقال الفكره ديالو قال راه الدراري انا راه خدام على واحد البروجي وكذا، انا نقول لكم الفكره قولوا لي واش بلان. انا ما لاحظتش هذه القضيه في الاول وتن بعد عاد لاحظتها. المهم بعدا كلشي تيقول ليه وي فكره واعره، وماشي غير كنقولها ليه زعما باش نفهم غير ممكن فكره زوينه، يعني فكرنا فيها قلنا وي فكره زوينه وهذا وهذا. واحد السيد قاعد ناض قال ليه غيكون عندك تشالنج واحد وسطرو مزيان على هذه القضيه ديال التشالنج ديال التحدي، ما قالش غيكون عندك مشكل قال كيكون عندك تحدي، يعني باش ماشي يصدموا قال لي راه يكون عندك تحدي واحد. وبدينا كنهضروا على داك شنو هو ملي سال هذا الشيء ورجعت في حالي بقيت كنتخيل هاد لا ديسكوسيون وقلت دابا تخيل دابا داك السيد كون جا وهضر ولا قال داك الشيء اللي بغى يدير فواحد الجو اخر ومع شي ناس اخرين وما داروش مع لا ميم رياكسيون اللعبه ديال ويلا صدعتي شحال خاصك باش دير في المغرب لا ما تصدقش هاد القضيه كيعاد حكى عليه فهمتي وكاين اللي غيضحك عليه كما قلتي فكان غيخرج وكثر. دابا ملي قلنا ليه هذا البلان شنو غيمشي يدير هو من بعد واش فهمتي ديك اللعبه ديال لونطوغاج كيلعب دور كبير وخاص الواحد يعرف مع من يهضر. داكشي علاش شي خدم على الثقه في النفس ديالك خدم على هادشي كامل ما يعرف انه خاصك تلعب على النيتورك ديالك بيان سور. واحد القضيه مهمه غنزيدها الا جلستي مع ناس تاقين في راسهم غتولي تايق في راسك بغيتي ولا كرهتي غتولي غدوز لك الانرجي ديالهم كدوز غتولي تهضر بحالهم غتولي تجلس بحالهم غتولي دير شي حوايج بحالهم غتولي دير بحالهم في شي حوايج وي سي بيان انا تجلس مع الناس اللي فايتينك ديما. انا ديال القضيه كنمشي بها كي تيقول لك لا انا ما تاثر عليا حتى شي واحد كذب على راسو هذا تكتبوا لي شي واحد هنا لي كومونتير بحال هكا لا انا ما كاينش لي اثر عليا انا كاثر على الناس انا عارف راسي كيكذب على راسو حيت هادشي سي بلو فور كو توا. الا ما جلستي مع ناس اللي هابطين عليك اجروك معاهم ولا شي واحدين اللي مبلين كيت كيفو جوانات انت جالس معاهم ما كتكميش تقول واحد القضيه كتكمي غاتكمي بغيتي ولا كرهتي صافي. لا بصح هاد القضيه يعني دوك الناس اللي معاهم نتايا راه غادي تولي بحالهم تولي بحالهم بغيتي ولا كرهتي بغيتي ولا كرهتي سي ا تو دو شوازي. انت دابا عارف كلشي فاهم كلشي الشوا كيبقى ليك اللي بغا غبيط بغيتي هاد الطريق راه هاد الطريق بغيتي هاد الطريق راه هاد الطريق. مزيان هاد القضيه اللي قلتي انه اون فان كونتر انت اللي كتاخذ لا ديسيزيون بيان سور. عندك ديسيزيون واش انك تقطع على دوك الناس او لا تبقى معاهم كي تيقول لك ما نقدرش نبقى بوحدي حيت واحد القضيه نتفاهموا عليها لو سوكسي والنجاح ما فيش حاجه اللي ماشي كلشي يكون ناجح باش نكونوا واضحين تيقول كلشي يقدر يكون ناجح لا خويا ماشي كلشي يقدر يكون ناجح يا بوكو دو ساكريفيس
عندك بزاف ديال التضحيات، عندك بزاف الحوايج خاصك تحيدهم، ما تخرجش تجلس مع صحابك، غادي تجلس تخدم على راسك، تخدم بزاف السوايع في الاول، غتصبر في الاول، غتجلس مع بعدا انك تكون تايق فاس وتكون ناجح، راه واحد تخاوي 24 ساعه 24 ساعه تخدم على راسك. هادي افكار كل ما خصنيش نفكر بحال هكا، خصنا نرد افكاري بحال هكا، نحيد البروغرام القديم، ندير هادي ندير هادي. يعني خاصك في الاول تكون عندك واحد الرغبه اللي كبيره، الا كانت الرغبه كبيره هادشي كله ماشي مشكله، تضحي وغدير بزاف ديال الحوايج. انت ما عندكش رغبه كبيره، كيفاش انك تقدر تضحي؟ علاش تقول علاش ندير هادشي كامل ولا اكوا بون؟ وباش السالات تقول وانا اخويا ما داروا حتى شي حاجه، ما داروا والو، واتسكت واتكمش. باغ كونطخ الا عندك واحد لو ديزير اللي كبير انك توصل لك الحاجه، واتشي منين كيجي؟ كيجي من تسل انواع الناس اللي انا خدمت معاهم شخصيا واللي كيهضروا عليهم في العالم كامل. النوع الاول هما الناس اللي عاشوا حرمان الفقر، شي الناس اللي يعيشوا الفقر والحرمان مجهدين، اما شي وحدين تيمشيو تيضيعوا، اما شي وحدين تيوليو راس صواريخ، راه كيكونوا مجهدين بزاف، كيكونوا فيري تاف. النوع الثاني اللي ما تابعينش حنان عند والديهم، كتلقاه سواء والديه ماتوا وهو صغير ولا الا ابوندوني ولا باردين معاه، كاينش واحد الحنان من والديهم، كيكون عندهم واحد الهانجر، واحد العافيه فيهم. النوع الثالث قلت يكون تحقر بزاف صغره، طيحوا منه وجا الوقت باش انه يبين راسو شكون هو، ما كيقبلش على راسو واحد لوبجيكتيف اللي صغير، لا وقت شي حاجه اللي كبيره اللي تبت بها راسو. حيت ماشي كلشي غادي يتبع داك الحاجه الكبيره، كاين دي جون كتقول لهم لا فيزيون، تقول كاش كتقول لينا هادشي ما كاخويا على حالتك غير شويه عليك، انه هو هاني لي ترونكيل دون سون كوين، انت كتقلب على صداع الراس فهمتي، باش داك العافيه اللي عندك تطفيها. سي بيان il faut l'utiliser. انا كنخدم مع الناس ديالي، هذاك العافيه اللي عندك كنقسم مع مرقه وستيلو، علاش اخويا بغيتي توصل لهذا لوبجيكتيف؟ قول لي علاش. كندخل معاك في لي ديتاي، هذاك لا سوفرونس اللي عندك خصك تستعملها، خصك تخليها تحبسك وتمشيو بعيده. ما عندوش لي ليميت، ما كاينش نقول ديالك نقول يمشي نديرها، اللي قلت لك تمشي ديري حيت صافي ان غينا بيرد، صافي عندها لوبجيكتيف قدامها، مي خاصك تحط لوبجيكتيف ديالك حداك دائما. وعلاش لو بوركو، علاش تبغي توصل لك لوبجيكتيف وشنو غتربح ملي غتوصل ليه؟ سي تري تري امبورطون، حيت لو سوبكونسيون ديالنا معكاز، تيجي ندوي لك عليه سي سيانتيفيك، مي الى معكاز وي، مي الى حطيتي ليه دي شوز لي سامبل، ان اوبجيكتيف سامبل بريسي وغعرف راسك شتربح منه، ما يطلقكش، غادي يبقى حتى غيوصل ليه. وي كاين واحد القضيه وحده اخرى، ما خاصكش داك الشورت كاتس، ما ديريش اوبجيكتيف ديال الشورت كات صغير دابا بزروب دابا غتوصل ليه تولي مليونير في 6 شهور، نو. كاين هاد الافكار، خاصك دير اوبجيكتيف تبازي عليه حياتك كامله. داكشي علاش كنقول لهم كبروا، بغيتك تضرب ليا اوبجيكتيف ديالك في 10، كبروا حتى يكبر باش عارف تبقى عارف راسك فين غادي، وتا هكا انت كتاونتي العقل كتقول له ام ذا بوس، ماشي عقلك تحرك، انت اللي كتحرك وحاط له ان اوبجيكتيف ان بلان غادي بيه، واخا كتجي شي حاجه كتهرسك كتعاود تقعد وكتكمل. وي حيت عندك فين، عندك جي بي اس وعندك فهمتي عارف راسك فين غادي، كاين لا ماب كاين كلشي، عندك الفوكس هو اللي درنا عليه قبيله. واحد اللعبه تيقول انطوني روبنز كتعجبني، تيقول لك وير فوكس جوز انرجي فلوز. وي الى غيزون، فين ما كيمشي التركيز ديالك، مشيتي مع شي حاجه شي مشكل مبرطك غتبقى في المشاكل، مشيتي مع داكشي اللي نتايا باغي لي زوبجيكتيف ديالك كتبقى تلقى الطريق كتسرح لك الافكار من هنا شنو غادي ندير، وبقاو لي ديدي نزلوا عليك لانك انت تركيزك غادي في جهه واحده فهمتي. صح خاصني نقول واحد البلان للناس اللي دابا كيسمعوا واللي ما كيعرفوكش اونط بارونتيز، هو انه راه زين ملي كتهضر بحال هكا، راه ماشي غير كتهضر بحال هكا في البودكاست، انت انا شخصيا ملي تلاقيت مع اول مره عافاك قولها لهم شو وخاصني نقولها لك نيت تنجيه، راه لقيت راسي انني كنهضر وما عارفش علاش زعما كنهضر، وانا كنتخيل دابا كنتخيل مع لي كليون ديالك كدير لا ميم شوز، مي فريمون كتعطي لواحد واحد الراحه وكتعطي تعرفي تسولي لي بون كيسيون، وداك النهار ملي كنت معاك بقيت غير كنهضر الوغ كو خليت داكشي اللي نورمالمون انا باغي نهضر معاك فيه. وي القضيه زوينه بزاف وكنظن ان هادشي اللي كيخلي لي كليون ديالك كيمشيو فواحد الطريق صحيحه، وانك كتحاولي انك تفهميهم وكتسولي الاسئله المزيانه باش تعرفي بالضبط شنو، حيتاش الا طرحتي لي بون كلا اينشتاين، الا طرحتي لي بون كيسيون صافي لي بون كيسيون راهو كلشي، هما كلشي. وي وي ماشي باش انا حيت ديما انا كنطلق من لو بروبليم هو الاول، ما كنمشوش لي ريزولطا، بحال دابا عندك واحد الكومبورتمون اكس ان ريزولطا، اجي معايا علاش درتي الكومبورتمون اكس، يلا نرجعوا للور. وي لي ريزون خلاك دير هكاك، علاش قلت لهم قبيله عافاك قول لهم، حيت كاين بزاف ديال الناس في الفيديو كتحاول لهم انا مع الصبر، انا راه مع الصبر، انا راه كندوي بحال هكا كندوي بلي موسيون جو سوي كوم سا. وبزاف ديال الناس بحالي هذا كيتسمى الحسي البصري، اللي تيكون عنده الميموار
فيزوال تيكون كيدوي بالجهد تيكون كيكون عنده ليماج فهمتي دي شوز كوم سا كي اللي كيشوف لي كنهضر كيسحب راه مع الصباع ولا كنغوت انا كنهضر نورمال جوستي نورمال انا عاديه واش خا عاديه فهمتي شندوي وصافي بلا 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 نحاول نسالي البودكاست واحد السؤال هو ماشي سؤال انا ما كرهتكش بيسك انا كنعتبرك من الناس اللي عندهم بزاف المعرفه على التسويق ما كرهتكش تعطيني وتعطي كاع الناس اللي كيسمعونا بعض النصائح على التسويق وي داكور كاينين دي بوين غنهضر عليهم بالنسبه للتسويق اول بوين نهضروا عليه هو البرودوي ديالك لو سيرفيس اللي كتبيع خاصو يكون ان تري بون برودوي خاصك تكون خادم عليه مزيان تكون لا ميتريز عندك فيه لو سوا لو سيرفيس سوا لو برودوي خاصو يكون وينين برودكت بالنسبه لو برودوي كيحل المشاكل ديال الناس يكون ان برودوي اللي غينفعهم تكون تايق فيه الا كاين شي مزال ما تايقش فيه حس نو ضروري يكون مزيان يكون ان بون برودوي باش انك تعرف انك باش تقدر تبيعو اكثر هذا هو لو بوين الاولاني تكون تايق فيه باش تقدر انك دير التسويق لواحد الحاجه خاصك تكون تايق في البرودوي داكور باش انك تقدر تربح اكثر اول بوين هو لو برودوي ثاني بوين هو خاصك تكون كتعرف تخدم على ليماج دو مارك ديالك البراند اللي هي دابا داير الحلو المغربي عجبتني البراند ديالك شكرا زوينه كيفاش زوينه الو خاصك ليماج دو مارك ديال داك لو برودوي شنو كيخليك انت مختلف على الناس الاخرين ولا سيرفيس بحال شنو انت عندك مع داك الشخص شنو لي استوار مور داك لو برودوي بعدا شنو كيحل داك لو برودوي المشكل اللي كيحل شنو الاحساس اللي كيعطي الناس مور ما كيستعملوه سي تري امبورطون شي تسويق كل احاسيس عطاك عطاك اكزامبل واحد السيده جالسه في دارهم الشتا كطيح واحد المغازان داير بروموسيون الشتا كطيح وبعيد عليها تضرب في جوج طوبيسات باش تمشي لداك المغازان غتفيق مع 6 الصباح وخدامه اون بلوس تضرب جوج طوبيسات باش تمشي لداك المحل ودايرين بروموسيون باش تاخذ داك لا روب علاش اطون نافي قولي علاش نقولك علاش حنت ملي غادي تاخذ داك البرودوي غادي تكون واحد لا رياكسيون من بعد كمل يا زعما غادي تحس في حاجه كمل بارك عليا باش غتحس الناس امبورطون دو بوين غادي تحس انها فهمتي ضربات على واحد فهمتي دبرات على واحد البروموسيون كدا فهمتي لا ماشي هادي شنو غتحس انها احسن من بنات اخرين علاش زعما بيزون دو كيش علاش خاصك تخدمو لو بيزون دو سوبيريوريتي انا احسن منك انا لا غوب اللي عندي ما عندكش انت انا غنلبسها تقاتلات عليها ضربات جوج طوبيسات باش تجي تجيب داك لا غوب باش تلبسها باش تبان احسن من صحابات اخرين ديك لا سواري اللي غيمشيو ليها هذا هو لو ماركتينغ اوكي سي الفيلينغز نقولوا الديور تبيع واحد الدار لواحد الشخص غادي يجي يشوفها الدار زوينه شنو فيها شنو فيها تقول له هادشي داك الدار اللي حداه وما عندهمش هادشي اللي عندك نتايا هاد اللي بغيتي نتا كما كاين الدار اللي كاين اللي قدام ياخذها تعجبو ديما كاين داك البيع فيه داك كاين اما الايغو ايغو وي سي سورتو خلاص سورتو الايغو عندي واحد الحاجه اللي نتا ما عندكش كتلعب عليها في الماركتينغ وعاد لك لو برودوي كيحل واحد المشكل هذاك بوحديته هذاك البرودوي ا يكون كيحل المشكل برودوي بي ولا تيكون فيتامين سواء دي بيجو سواء الباس دي تروك كوم سا ماشي ما كيحلوش ان فري بروبليم مي كيحلوا واحد البروبليم ديال الايغو نور انا جو سي بلو بيل كو توا باش نهضروا نيشان هذا هو الماركتينغ انا احسن منك انا جاني الكافي جو احسن من ديالك انا عندي اديسيون ليميتي انت ما عندكش دونك اوتوماتيكمون انا لي بيزون دابارتونس انا ولا انا جابارتيان واحد لو ستاتيو سوسيال باش ناخذ ساك لو فيتون باش انا نتسمى لاباس عليا ما تحطيش بحالي بحال الشخص الاخر هذا هو الماركتينغ وي دونك البراند خاصك تكون محدد هذا الشيء شكون هي لا سيبل ديالك خاصك تكون عارف مزيان شكون هي لا سيبل كنت عارف الاول فيزيليا كل شيء من بعد غتعرف شكون هما راسي شكون هما الناس كيشريو عندك اكثر شكون هما الناس اللي انت قصيهم اكثر داكور سي تري امبورطون لو بوين الثالث كيفاش انك تاتيرا طونسون ديال هاد الناس وي حيت دابا الناس مزروبين كلشي مزروب كلشي ما عندوش الوقت نضيع لك انا دقيقه فنتفرج فيك خاصك 3 سيكوند الاولانيين تاخذ ليا طونسيون ديالي خاصك تكون واحد الشخص اللي كتعرف كيفاش تاجيرا طونسيون ديال الناس باش بداك لو طرافاي نيت ديال البراند اللي درنا عليه شنو الحوايج كيعجبوهم اللي كياتيريهم بدي شوز كوم سا ماشي بدا بحال دابا كتلقى في مواقع التواصل كتلقى داير فوتو فيها دي تيكست شكون اللي داير داك التيكست ما داير حتى شي فيها حتى شي واحد اش كيسمعوا بلي مواقع التواصل خاصك تكون عندك اون بريزونس كيجي واحد المعكاز اش كيديروا تبدا يحط دي تيكست صافي راه هو حاط دي بيزنس كنهضر عليهم راه صافي راه حط صافي راه الي بريزون تحت ما نشوف كونتوني ديك سان كونتوني بوبيل خاصك تحط ان كونتوني اللي كيعبر الناس تحل دابا تجيب الناس كيهضروا حنا لي زوما اون نيم لي زوما كيجينا نشوفوا الناس كيجينا نشوفوا الوجوه كيجينا نشوفوا قرب تقرب مني لو كوتيديان ديالي لي شوز كنبغيت انا ما تركزليش على راسك كيقيسوا الحيوطه ديالو هو عنده فيلا ما عنده كلينيك كبير الناس دي دونت جيف ا فاك اباوت ذيس فهمتي الناس دي جيف ا فاك اباوت ذيمسيلفز
الناس كيسمعوا لراسهم. انت خاصك تركز على هذا لو بوين، هو شنو باغي، هو شنو هو لي ديزير ديالو تحطهم عندك. نسى راسك بيزنس ديالك، فرقوا على راسك، سي با توا، سي با طون ايماج، سي ايماج داكشي ديالهم هما، فهمتي؟ وكتدخل بيان سور دي شوز ديالك انت اللي شخصيين باش يبغيو لا بيرسوناليتي ديالك عاوتاني. هذا هو لو بوين الثاني. لو بوين الثالث كيفاش ان الناس ملي تعطيهم لاتونسيون، ملي تعطي لاتونسيون ديالهم كيفاش دوزهم يوليو دي ليدز دي بروسبي. انا خاصك تصايب اون بون كومباني بوبليسيتير اللي كيصايب نيت هذاك الشيء ديال نزار، خاصك مره جايين تجلس مع نزار يعطيك هذا الشيء. هذا هو ديال سبيسياليتي ديالو. وي انا قلت لك كيفاش انك تعطي لاتونسيون ديالهم ويولو دي بروسبي، دوزو لواحد لا سيكونس يولو دي بروسبي. شنو هي الكومباني بوبليسيتير اللي ديالها تكون مقاده، كيفاش انك كيفاش انك تبيكيهم ودوزهم واحد اللعيبه يوليو عندك. من موراه شنو كيجي؟ كيجيو السيلز. وهادشي كامل كيوليو دوز عندك، كيقول لك كيقولو سخان، كيتسماو ماشي كولد اودينس، وورم اودينس. واحد بارد ما كيعرفكش شكون تتوقف عليه، دابا تبيع عليه صعيبه. مي واحد عداز واحد لا سيكونس، عارف البراند، عارف حيت الناس ثلاثه الانواع. كاين ما كيشريش ديك الساعه، اللي كيشريو ديك الساعه 3%. اوكي اللي كلشي كيتقاتل عليهم لي زونتربرونور كاملين كيضربوا عليهم. اجي لي 80% اللي خصهم الوقت غايشريو من عندك، معطيهم الوقت وخصهم يثقوا فيك لو سيرفيس ديالك، ويعاودوا يشوفوك عادي يجي عندك. فاش يقولك هذاك سوق خاوي، باش عارف ما عمرك تخسر دير مع شي واحد، ما تقولش سوق خاوي. يقد يجي عندك واحد النهار خلي علاقتك زوينه معاه. هادشي تنقول لك انا الاوفلاين بحال الاونلاين، سي لا ميم شوز. وي خليك ديما زوين مع كل شيء. هنا مي كتكون كتخدم على البراند ديالك، البراند سي ان طرافاي ا لون تيرم، سي دي كليون اللي غيدخلوا عندك ا لون تيرم، غيدخل سي كيسيون دو طون. وكاين بيان سور واحد الفئه اللي سوق خاوي ما عمرهم ما يشري من عندك، مقلال ماشي بزاف. دونك خاصك تركز على البراند، ضروري ليماج دو مارك شكون انت، ضروري سي تري تري امبورطون، سي تري امبورطون. عاد تكنيك دو فونت، عاد لا بوبليسيتي، عاد حوايج اخرين. شنقول لك شكرا بزاف على كاع المعلومات اللي عطيتينا، وشكرا كاع الناس اللي مازال كيسمعوا لينا، ونتلاقاو في حلقه جديده من برنامج الحلم المغربي. السلام عليكم. نيفو دويت هادشي ديك البقيتة ملي قلتي تكون فيه البولة، وانا تنافي البولة كرهتني مرة كاسي مرة كيفاش انا لغة الخشب بزاف كنبغي نهضر كيف ما بغيت. لا مزيان ملي كتكتب شي حاجة والله فين هاد القضية درتها في الراديو صافي ويلي درتيها في الراديو.